يمكن للسياحة الداخلية أن تساهم في ظل تراجع وفود السياح الأجانب في أحياء القطاع، لذلك اخترنا التوجه إلى أحد المدن الساحلية لنقيم مردودية السياحة الداخلية والعوائق التي تحول دون تقدم. المهدي ما شاء الله شاء الله مزيانة في الطرف، معناها بلاد صغيرة ومحبوبة بارتو، معناها في كل الولايات. تقام الفلوس غالية برشا، سيرتو بيروتيك بحكم الكراء أرخص أقل تكلفة، وما تنجمش معناها في الأوتيل ممكن توريست، ممكن الناس لاباس عليهم، طبقة عليا. لمزيد الاستفسار توجهنا إلى الفاعلين في القطاع وهم أساسا المقاهي وقطاع الفندقة. كان لنا لقاء أول مع السيد مجدي الفرشيشي مدير نزل مراد المهدية. والله كما الناس كل تعرفوا لمنطقة المهدية معناها تتمتع ظروف مناخية، وخاصة معناها الناس كنا نعرفوا البحورات تاع المهدية سي بارمي لي بلوبيل بلاج دو لا تونيزي، دونك اوني ابيتوي ا ريسيفوار لي كليون توانسا، سي دي كليون كي ريبيت حتى لو سيجور بليزيور فوا بار ان، سورتو في لي معناها في لي فاكونس سكولير. لا ما عندناش من الناحية الأمنية خاصة. لا كيما قلتلك من الأول، قلتلك التوانسة استانسوا بالنزول واحنا استانسنا بالحريف التونسي ثم توجهنا الى احد اهم مقاهي المدينة المهدية. تعرف لنا معناها روحك سويلة خليفة، قائم على قهوة المدينة وبرشا روس تشاي. السياح التونس يجيو هوني بكثرة على القائمة على السياحة الداخلية هوني بنسبة 30% سياحة خارجية، بنسبة 70% سياحة داخلية. تتدعم الصعوبات من خلال دخول بعض الآليات في السياحة التونسية. اللولا انكلوزيف مأثرتكم على الخدمة؟ أثر برشا. كيف هي معنا؟ صحيح ما عادش يخرج من الوتيل، ما عادش كونسومي برا. كما يواجه قطاع السياحة في المهدية خاصة مشكلتين أساسيتين. الحاجة الأولى اللي فماش طريق سيارة، دونك كيما تقعد على الحمات ولا على السوسة ولا على المستير، دونك لي جون دو مال باش يخلطونا شوية مش كيما أسهل غاديك، دونك يفون شوزيغ سيغتانمون دوطخ ديستيناسيون. والحاجة الثانية اللي المهدية ما فيهاش سكون أبيل احنا البارا أوتيلغي، معناها يا با دو ريستوران، يا با دو بوات دو نوي، يا با دو دونك هكاك كي ما فماش هذوك الكل، أون فا إليميني أن كغون نومبر نتاع.